ده لازم اقف عندها لان انت معاك محقق جيد. طيب ماشي. قلت في ناس شغاله ولا لمست المنتخب اساسا وشغاله، تقصد ايه؟ لا اقصد اللي هم الاختيارات اللي كانت اللي بتتاخد كان يعني يقول لك احسن فلان ده ماسك منطقه مش عارف مين في وجه بحر ولا وجه ابلي لازم يبقى موجود عشان معاه مجموعه من الاصوات بتاعت الانديه. ده ما يعقلش في كره القدم. في المفروض سي في اول حاجه مثل مصر ولا لا؟ ما انا ممكن اكون لعيب في النادي بتاعه مميز بس مثل مصر ومثل مصر قد ايه؟ ما هو احنا هنقول كلنا شكل بعض. طب ما تدي اللي هو مثل مصر اكتر، لكن انت بتحط ناس وتفضل على ناس من غير ما مش عارف انا السبب. وده انا قلتها قبل كده وهقول لك على حاجه، ناس كتير جدا موجوده اللي بيجيب واحد صاحبه اللي بيجيب احسن واحد، انا منتمي لنادي معين اجيب من النادي اللي انا منتمي ليه اجيب، ما ينفعش. عشان كده ما كنتش بدخل الاتحاد خالص. واحد يجي يقول لي ادخل بس وروح وتعالى كل يوم، اجي كل يوم يا ناصر عايزك انت يا ناصر. الاحترام للناس الموجودة. لا بجد والله الاحترام للناس الموجودين، انا بسيطه باسمي. لما انا اروح لواحد كان بيسقف في يوم من الايام وبيتمنى بفضل الله سبحانه يسلم علي، اروح اقول له النبي شغلني؟ لا طبعا، ما يستحيل تحصل معايا. ياخدني باحترامه بادب وافيد المكان، وانا السي في بتاعي يصلح ياخدني، ما يصلحش خلاص متشكرين. ده اللي نفسي. احنا في المفروض في مصر الجديده كل حاجه بتتغير حوالينا. فلازم اللي يجي نغير ساسه تانيه. زمايلنا واشتغلوا، اما تشوف في ناس تانيه برضه اشتغلوا وتسال يقول لك لسه هجرب. هو السي في بتاعك يصلح اللي انت تشتغل؟ طبعا. اولا ايه هو السي في؟ اقول لك انا اولا من نجيبها من كلاعب، لعبت في نادي المنصوره في درجه تانيه ولعبت ممتاز مع نادي المنصوره، لعبت في النادي الاهلي 10 سنين خدت 18 بطوله. انا يمكن اللعيب اغلبيه البطولات اشتركت فيها دولي، اشتركت منتخب عسكري وخدت بطوله المغرب، بطولات عربيه مع منتخب مصر اللي هي بطوله العربيه في سوريا مع كابتن جوهري، وبطوله العربيه في الامارات، شاركت في كاس امم افريقيه، شاركت في تصفيات كاس عالم، شاركت مع اولمبياد برشلونه، شاركت مع بطوله كاس عالم عسكري تاني في يعني ما خدناهاش، بس اللي انا بكلمك على البطولات اللي انا حصلت عليها، وصلنا الاولمبياد معايا، مثلت منتخب مصر في كتير في دوره البحر الابيض المتوسط، شاركت بماتشات كتير جدا خلي بالك. ودي كفيله تخليك مدرب كويس مع النادي مع قطاع الناشئين في النادي الاهلي، اشتغلت في اكاديميات، اشتغلت في قطاع الناشئين، اشتغلت في الدرجه الاولى ممتاز بيه، اشتغلت مساعد مدرب عام مع كابتن اسامه عرابي. معايا عايز ايه تاني؟ اشتغلت مدير قطاع ناشئين في نجوم المستقبل. ابقى عايز نعمل ايه تاني؟ ايه المطلوب مني؟ اروح امسك برشلونه ولا ايه؟ كابتن ياسر تعتذر لمين؟ تعتذر لمين؟ لا انا الحمد لله ما انا علاقتي بالناس كلها طيبه الحمد لله. ممكن ازعل مع واحد شويه لكن ما بشيلش من حد. انت يمكن انت قريب زعلت مع مين شويه؟ لا ما بزعلش من حد معين بتاع من زمايلي موقف ولا حاجه، مش لازم نذكر اسامي، بس انا من النوع اللي لازم اروح انام وانا دماغي ما حدش يزعل، وانا ازعل من حد ولا حد يزعل مني.